بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 81 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: بعض الرقاة يقعون في شعوذات وأخطاء عقدية وأمور خاطئة، فما نصيحة الشيخ لهم في هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا ننصح الناس أن لا يذهبوا إليهم وهم يتعاطون شيئا لا يجوز في الرقية، ما شعوذات، شركيات، خرافات، هذا لا يجوز للمسلم أن يذهب إليه. ثانيا ننصح هؤلاء بأن يتقوا الله عز وجل وأن يتركوا هذه الرقية الشركية أو البدعية أو الرقية من الجاهل. الجاهل لا يدري، قد يقع في أمور محذورة وهو لا يدري، لأن مهمته أو همه أن يؤثر على المريض، هذا همه بأي وسيلة. عليه أن يتقي الله عز وجل ولا يرقي إلا إذا كان عنده علم وعقيدة صحيحة، ويرقي أيضا بالقرآن أو بالأدعية الشرعية، ويعتقد أن الشفاء من الله عز وجل، وإنما هذه الرقية سبب من الأسباب، إن شاء الله نفعت وإن شاء لم تنفع. أما إنسان يتخذ الرقية ما وسيلة للكسب ومتاجرة، هذا لا يجوز له ذلك، لأنه يدفعه الطمع لأن يرتكب أمورا محرمة في الرقية، وقد يكون جاهلا لا يدري ما هو المحرم وما هو الجائز. فلا يجوز للجاهل ولا يجوز لمن يقصد المال ويرقي رقية ممنوعة، لا يجوز لهؤلاء. أولا هذا فيه أكل للمال بالباطل لأنه بغير حق، وثانيا أن فيه خطرا على العقيدة، على عقيدة الراقي وعلى عقيدة المريض. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بحامد ألف ألف له مجموعة من الأسئلة. يسأل في السؤال الأول عن حكم اقتناء الكلاب في المنازل. لا يجوز اقتناء الكلاب في المنازل، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. إنما تقتنى الكلاب لما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أحد ثلاثة أغراض: إما لحراسة الزرع أو لحراسة الماشية، وإما للصيد، يقتنى للصيد الكلب المعلم، وما عدا ذلك لا يجوز اقتناء الكلاب. نعم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: ما الثمار والفوائد التي يجنيها المسلم عند مراقبة العبد لربه؟ يستفيد فوائد لا يعلمها إلا الله. إذا راقب ربه ترك الحرام، إذا راقب ربه خاف من الله عز وجل، إذا راقب ربه أدى الواجبات والفرائض، تجنب المحرمات، فإذا راقب ربه حصلت له فوائد عظيمة، ترك الكسب الحرام والمال الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة حديث المؤمن مرتهن بدينه، وهل الديون البسيطة تدخل في ذلك؟ نعم، الحديث صحيح، المسلم مرتهن في دينه حتى يقضى عنه كما في الحديث، ولا فرق بين الدين الكثير والدين القليل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له جنازة يصلي عليها سأل: هل عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ديناران، والديناران قليلة. فتأخر صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا على صاحبكم. فقال أحد الصحابة: أنا أتحملها يا رسول الله. فتحملها هذا الصحابي، فتقدم رسول الله وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. فلما دفنت الجنازة ولقي الرجل المتحمل بعد يوم، قال: ما فعلت الديناران؟ قال: يا رسول الله، ما مضى إلا يعني فترة يسيرة. ثم لقيه في اليوم الثاني قال: ما فعلت الديناران؟ قال: قضيتها يا رسول الله. قال: الآن بردت
عليه جلدته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل سامي يقول: فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، بعض المجتهدين يلقي كلمة أو نصيحة بعد صلاتنا للجمعة واستماعنا للخطبة من إمام المسجد وتأثرنا، فيطول في كلمته ويتململ الناس، فما رأيكم في هذا؟ هذا لا يجوز أن يملل الناس ويطول عليهم ويشق عليهم. إذا كان ولا بد يختصر الكلام بحيث ما يمضي إلا دقائق يسيرة ولا يحبس الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أبو عادل: لدي مكتب بيع عقارات، هل يجوز لي أن أزيد عن سوم البيع برضا البائع وعدم إخبار الشاري بالزيادة؟ لا يجوز الزيادة إلا بالمساومة، الزبائن هم الذين يزيدون، أما أنت إنما أنت وسيط، ولا تزيد من عندك تغرر بالزبون، إنما تعرضها للبيع في من يزيد، يكون الزبائن هم الذين يزيدون يزيدون فيها، وأما أنت فلا تزيد فيها إلا إذا كنت تريد أن تشتريها. إذا كنت تريد أن تشتريها فإنك تخبر صاحبها وتزيد في آخر الصوم إذا رضي صاحبها لا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل توفيق يقول: سمعت من أحد المتحدثين بأن من مات ليلة الخميس أو نهار الجمعة وقاه الله من فتنة القبر، هل هذا وارد؟ لا أعلمها لهذا أصلا، لا أعلم لهذا، إنما المسلمون يعني يرجون لمن يموت يوم الجمعة، يرجون له أنه يحصل على فضل الله واسع، لكن الدليل لا، أنا لا أعرف دليل على هذا. نعم. هذا السائل حفظكم الله عزيز يقول: هل صلاة المريض سنة أو واجب، وما الدليل في ذلك؟ صلاة المريض فرض، لكنه يصلي على حسب حاله، الصلاة ما تسقط عن المريض، يصلي على حسب حاله. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وفي رواية فإن لم يستطع يعني على جنب فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل إيماءه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع. هكذا جاءت السنة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة المريض. أما أنه يترك الصلاة حجة أنه مريض، ما دام عقله باقيا فلا تسقط عنه الصلاة، ولكن يصليها على حسب استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: أحيانا يوسوس لي الشيطان فيقول لي أنت كافر، ما السبيل للقضاء على هذه الوساوس؟ اتركه واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وانفث عن يسارك، أقول كذبت يا عدو الله. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما هي شروط تعداد الزوجات، وماذا تنصحوننا في هذا الباب مأجورين؟ شروط تعداد الزوجات هو ما نص الله عليه: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. شرط التعدد هو العدل، بأن ينفق عليهن، وأن يبيت يقسم بينهن المبيت، وأن يسكن كل واحدة منهن في مسكن يليق بها، والكسوة أيضا يقوم بكسوتهن. فإذا قام بهذه الأمور الأربعة فقد عدل بين نسائه. نعم. يسأل هذا السائل محمد عن حكم تأخير الزواج مع إمكانية الزواج في ذلك. لا بأس بذلك إلا إذا خاف على نفسه من الوقوع في الحرام، فإنه يجب عليه أن يتزوج ليصون نفسه عن الحرام. ما إذا كان لا يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام فلا بأس أن يؤخر الزواج، وإن كان الأفضل المبادرة به. نعم. يقول: ما حكم المسح على الجوربين؟ فإذا كنت لبست الجورب الثاني وأنا ناقض للوضوء وقد مسحت على الجورب الأول. نعم، يكون المسح على الجورب الأول الذي بدأت المسح عليه، فالحكم للتحتاني الذي بدأت المسح عليه. نعم. أحسن الله إليكم. شخص يصلي بالناس فقرأ الفاتحة ثم تذكر بأنه نسي آية ثم أعاد القراءة مرة ثانية، هل ما فعله صحيح، وهل عليه سجود سهو؟ نعم، عليه سجود سهو، وما فعله صحيح. إذا ترك آية من الفاتحة ثم أعاد الفاتحة مرتبة توالية فقد أدى ما عليه، وعليه السجود للسهو. نعم. هذا السائل يسأل عن كيفية إزالة الجنابة للشخص المكسور الذي يوجد على رجليه جبيرة. يمسح على الجبيرة الطهارتين الصغرى والكبرى، جنبها الماء ويمسح عليها على الجبيرة. كذلك الجرح إذا كان عليه ضماد أو لصوق أو جبيرة، إنه يمسح عليه، المسح
عليها يكفي عن غسل ما تحتها ولله الحمد. نعم. هذا السائل نور الدين يقول: بالنسبة للمريض، ما حكم المريض إذا كان يصلي ولكن لا يستقبل القبلة؟ استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح إلا به مع القدرة، ما إذا لم يقدر على استقبال القبلة فإنه يصلي إلى أي جهة يستطيعها. نعم. يقول أبو سعود: اعتاد بعض الناس عندما يتثاءب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لا أصل لهذا، ما ورد هذا، إنما الذي ورد أنه يخفض التثاؤب حيث لا يكون له صوت مرتفع يغطي فمه ولا يفتحه. نعم. هذا السائل عيسى يقول: يسألني صديق هل يجوز الحلف بنعمة الله مثلا، وهذه النعمة أرجو من فضيلتكم الفتوى مع الدليل. الحلف يكون بالله أو بصفة من صفاته، أما نعمة الله قد تكون النعمة مخلوقة، لا شك أن المسكن نعمة والماكل والمشرب نعمة والملابس نعمة، فلا يحلف بها. نعم. يقول أبو عبد الله: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي حول التوسل. يقول: ما هو التوسل؟ وإذا جعلت شخص واسطة بيني وبين الله مع علمي بأن الله هو القادر، وهذا الشخص لفضله عند الله أرفعه بين الناس، هل يوجب هذا الشرك؟ هذا وسيلة إلى الشرك، ولا يجوز التوسل بالمخلوق ولا بجاه المخلوق، وإنما التوسل بالأعمال الصالحة. التوسل هو التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. يجوز أن تتوسل بأسماء الله وصفاته، يجوز أن تتوسل بالأعمال الصالحة التي أسبقتها وعملتها، كما في حديث أصحاب الغار الذين انحبسوا في الغار طبقت عليهم صخرة فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم. واحد منهم توسل إلى الله بعفته عن الحرام وعن الزنا بعد أن تمكن منه تركه خوفا من الله، والثاني توسل إلى الله ببره بوالديه، والثالث توسل إلى الله بأداء الأجرة التي في ذمته للأجير لما جاء دفع إليه أجرته بعد مدة وقد نمت وزادت أعطاها إياه بنمائها، ففرج الله عنهم. توسل بالأعمال الصالحة لا بأس به. توسل إلى الله بالفقر والحاجة كما قال أيوب عليه السلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. توسل إلى الله بشيء بحالته ومس الضر له وبرحمة الله عز وجل، فالله جل وعلا استجاب له وشفاه. فأما التوسل بالمخلوق أو بجاهه أو بحقه كل هذا لا يجوز، لأنه وسيلة إلى الشرك ولا دليل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما أسأل عن هذا الحديث: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وما معناه؟ حديث صحيح، ومعناه أنه يبارك له في عمره، وقيل معناه أنه يمد في عمره ويزاد في عمره، هذا من أسباب طول العمر. نعم. يسأل هذا السائل يقول: ما رأيكم في كفالة يتيم أو أيتام عن طريق المؤسسات الخيرية؟ هل يدخل هذا في الأحاديث الواردة؟ اليتيم فيه كفالة، اليتيم فيها فضل عظيم والإحسان لليتيم، أوصى الله جل وعلا به القرآن العظيم من جملة الحقوق، واليتيم لا بد أن تعرفه، لا بد أن تعرف اليتيم وتتحقق منه، أما يتيم ما تعرفه ولا تدري عنه فهذا لا يستحسن أنك تقوم بكفالته، بل تصدق بالمال، إذا كان عندك مال تصدق على الفقراء والمحتاجين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هل لي ثقيل النوم عذر في تركه الصلاة، وما حكم صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة فرض واجبة، لا يجوز للمسلم أن يتركها من غير عذر، والنوم إذا كان طارئا مع أن الإنسان يريد القيام للصلاة لكن غلبه النوم هذا عذر مرفوع عنه القلم، ولكن إذا كان من عادته أنه ينام ولا يبالي يقول متى ما قمت صلي، هذا لا يجوز ولا تقبل منه صلاته، لأنه تعمد تأخير الصلاة عن وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل آخر أرسل بهذا السؤال يقول: إذا أصاب المسلم يوم العيد مثلا مصيبة بموت أب أو أخ، فأيهما يغلب جانب العزاء أم يقبل العيد، وما هي النصيحة لمن أصيب بمصيبة؟ نعم، لا يتعارض المصيبة مع العيد، بل يفرح مع الناس ويظهر الصبر والاحتساب ولا
يحزن الحزن الذي يؤثر عليه، أو أشد من ذلك يحصل منه نياحة، أو يقيم حفلة للعزاء، هذا كله لا يجوز، هذه بدعة. عليه بالصبر والاحتساب ويفرح مع الناس بالعيد والحمد لله، هذا يجري على العباد. نعم. له فقرة أخرى يقول: بالنسبة للجمعة هل لها راتبة قبل مثل الظهر؟ لها راتبة بعدها، أقلها ركعتان وأكثرها قيل 4 ركعات وقيل 6 ركعات، كل ركعتين بسلام. أما قبلها فليس لها راتب، خلاف الظهر لها راتبة قبلها ولها راتبة بعدها. أما الجمعة فراتبتها بعدها ولا راتبة لها قبلها، ولكن من جاء إلى المسجد يوم الجمعة يصلي ما تيسر له ثم يجلس ينتظر الخطبة والصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة تقول: امرأة تكثر الأيمان، فما هي الكفارة وما كفارة اليمين الغموس؟ التوبة، كفارة اليمين الغموس كفارتها التوبة، وهي الحلف على أمر ماضي كاذبا متعمدا، عليه التوبة والاستغفار. أما اليمين على شيء مستقبل، إذا حلف على شيء مستقبل أن يفعله أو أن يتركه فخالف اليمين وجبت عليه الكفارة. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين، الآية. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: الرسول هو قدوتنا في كل شيء، فما هو الطعام الذي كان يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل مما تيسر، كان يأكل مما تيسر، يأكل من الشعير، يأكل من الحيس وهو التمر والسمن أو العقد، يأكل صلى الله عليه وسلم مما تيسر، وأحيانا يبقى بدون طعام، اللهم صل، ويربط على بطنه الحجر من الجوع، عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. له فقرة أخرى، هذا السائل يقول: ما حكم النزالة التي تسمى عند سكن البيت الجديد؟ إذا كان يعتقد فيها البركة ويعتقد فيها أنها مشروعة لا يجوز هذا، هذه بدعة. أما إذا كان يفعلها من باب المباح والفرح وجمع الأقارب فلا بأس بذلك. نعم. يقول: هل ورد حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وما معنى هذا الحديث؟ إلا المجاهرين، نعم هذا ورد، حديث صحيح أو جيد، ومعناه أن الإنسان إذا ابتلي بالمعصية يستتر ولا يفضح نفسه، أما المجاهر الذي يظهر المعصية أو يتمدح بها فهذا لا يعفو الله عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. من فقرات السائل فضيلة الشيخ يقول: بالنسبة لوضع الطعام قبل الإقامة ما حكمه؟ إذا كان هذا بعادة لا يجوز، أما إذا صادف بعض الأحيان فلا بأس، ويأكل حاجته منه قبل أن يذهب للصلاة، إذا صادف بعض الأحيان. أما أن يتخذ هذا عادة ونظاما يقدم الطعام وقت الصلاة فهذا لا يجوز. نعم. أخيرا يقول: ما حكم ترك الوتر مع القدرة عليه؟ الوتر مع القدرة عليه عند الجمهور سنة مؤكدة، إذا تركه فاته الثواب. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل أبو ألا يقول: هل ورد يا شيخ حديث بأن الشتاء ربيع المؤمن، يطول الليل فيقومه ويقصر النهار فيصومه؟ هذا أظنه من كلام بعض السلف، كان عمر يفرح بالشتاء لأجل طول الليل، طول القيام الليل. نعم. له فقرة أخرى: بالنسبة للتيمم، إذا كان البرد شديد هل يجزئه التيمم؟ إذا كان البرد شديدا وليس عنده ما يسخن به الماء، ليس عنده ماء ساخن أو ليس فيه برودة، فإنه يتيمم خوفا على نفسه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: ما حكم استرجال النساء في هذا الوقت حيث كثر التشبه بالرجال، فوجهونا في ضوء ذلك مأجورين؟ حكمه أنه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. الفقرة الأخيرة في رسالة السائل أبو محمد يقول: ما رأي الشيخ في وقتنا الحاضر في المبالغات في الزيجات والإسراف في الولائم والبذخ الذي لا فائدة فيه؟ الإسراف محرم في كل شيء، الإسراف محرم في كل شيء، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، والنبي والله جل وعلا قال: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، كان الشيطان لربه كفورا، فالإسراف حرام ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول: نحن مجموعة من العمال
الآن نعمل في مزرعة عددنا ما يقارب من 16 شخص، ومعنا شخص متعلم وقارئ ويصلي بنا صلاة الفروض ويوم الجمعة، هل يجوز أن يخطب بنا ويصلي بنا مع أن الجامع الأساسي يبعد عنا بالسيارة نصف ساعة؟ إذا كان ما حولكم جامع ويبعد عنكم نصف ساعة بالسيارة فصلوا ظهرا، لا تصلوا جمعة، صلوها ظهرا في مكانكم. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته وبارك الله فيه وفي علمه ونفع به الأمة الإسلامية. وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.